أهلا وسهلا بحضراتكم وبرنامج الفريد وحلقتنا اليوم عن الريادة والتفوق. واليوم سنسلط الضوء بإذن الله تعالى على نماذج رائعة ممن حققوا الريادة والتفوق، وذلك لأن كلنا مميزون ورائعون ومختلفون وفريدون، وأننا كلنا نواجه في الحياة تحديات علينا أن نتغلب عليها لنحقق الطموحات والريادة والتفوق. طبعا كلنا عارفين إن للنجاح مقومات، ولكن للتفوق والريادة مقومات أخرى. علينا أن نعلم أن النجاح لا يأتي صدفة، وأن الريادة والتفوق تأتي بإصرار وتحدي ومقومات مختلفة، منها العلم والخبرة والمصابرة والشغف. فلا تستسهل أبدا نجاحا ولا تستصعبه، لأنه لا يأتي صدفة، وإذا حدث مرة لن يحدث لك الريادة والتفوق. وعلينا أن نعلم أن النجاح والريادة حققته مصرنا الغالية منذ القدم بأبنائها وإلى الآن. وعندما نتحدث عن الريادة والتفوق لمصرنا الغالية في شتى المجالات، وذلك حدث في عظمة وروعة التشييد والبناء الذي قام به أجدادنا المصريين القدماء منذ القدم، ورأينا ذلك جليا الآن منذ عدة أيام عندما افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة بشتيل. وهذه المحطة الرائعة، محطة قطارات بشتيل الرائعة، التي رأينا فيها روعة التصميم على الطراز الفرعوني، وأيضا فيها من الحداثة والتطور والتكنولوجيا أدت جعلتها تستوعب في اليوم طاقة استيعابية للركاب 250 ألف راكب يوميا، وأيضا جعلتها هي المحطة الأولى في الشرق الأوسط، وأيضا جعلت بها من التكنولوجيا والتطور والسهولة والأمان الذي جعلها المحطة الترددية لصعيد مصر الذي تنقله إلى جميع ربوع الجمهورية. وعندما نتحدث عن الريادة والتفوق لمصرنا الغالية في شتى المجالات، وخاصة كل لحظة من التفوق والريادة، عندما نتحدث عن البناء والتشييد، رأينا العاصمة الإدارية وروعة التصميم، هذه العاصمة الرائعة فعلا فخر لنا جميعا، صممت على أفضل الطرازات العالمية، وكذلك مدينة العالمين، وأيضا في كل محافظة من محافظات مصر صممت المدن الرائعة. هذه المدن أيضا صممت، وأنا أحب في هذه النقطة كل واحد فينا وهو بيتحرك في أي مكان في جمهورية مصر العربية بيرى روعة وتنظيم وإنشاء وبناء أشياء رائعة اختلفت كثيرا عن العشوائية وعدم التنظيم. وهذا هو الذي تطمح له الدولة المصرية، أن ترتقي بمصرنا الغالية في كل المجالات. وأيضا عندما نتحدث عن كرة مصرنا الغالية والتشييد والبناء وكل المشروعات الرائعة وكل الطموحات لهذه الأماكن كلها في ربوع مصرنا الغالية، وأيضا نتحدث عن التطور التكنولوجي والصناعي والتسهيلات الرائعة التي تقدمها الدولة المصرية لكل المطورين وكل المبدعين وكل من يريد أن يفعل شيئا لمصرنا الغالية. فنرى، وأنا أعرف الكثير ممن تحركوا ووجدوا سهولات رائعة لينشئوا مصانع، وخاصة في الفترة السابقة القليلة الماضية بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الوزير كامل الوزير لعمل إنشاءات وطفرات رائعة. وهنا أيضا نتحدث عن الريادة والتفوق الزراعي الذي حدث لمصرنا خلال الفترات السابقة، وما فعلته الدولة المصرية في إنشاء تشكى والترع للري في جميع ربوع مصر. وهذا
وهذا حدث. لكي نتحدث الآن عن التشييد والروعة والإنجاز والريادة في كل شيء، وهنا أيضا نتحدث عن الزراعة التي جعلتنا نتحدث أيضا عن منتجات مصرية خاصة بمصر تصدر إلى جميع ربوع العالم. وأيضا عندما نتحدث عن الطفرة والريادة المصرية. والآن نطلع فاصل ونعود إلى حضراتكم مرة أخرى. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ومعانا ومع حضراتكم الأستاذ رأفت زيدان الخبير والاستشاري العقاري. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ رأفت. أهلا وسهلا تحت أمرك. أهلا وسهلا يا فندم، إزاي حضرتك؟ منور برنامج الفريد وقناة الحدث يا فندم، وأهلا وسهلا بحضرتك وبيشرفنا وجود حضرتك معانا. نحب نسأل حضرتك طبعا إن إيه رأي حضرتك والحل في غلاء الأسعار في السوق العقاري في الفترة الحالية؟ لا، هو بالنسبة للعقار واخد بال ساعتك إزاي، نقدر نقول إن الدولة بتعمل الدور اللي عليها لتنشيط السوق العقاري. السوق العقاري ده أساسا بيبقى قائم على الأقل على 55 مهنة واخد بال ساعتك. اما موضوع غلاء الاسعار فده مرتبط، كل شركه بتعمل سياسه التسعير بيها مرتبط باشياء متعدده، واخد بال ساعتك ازاي؟ طبعا طبعا. ايوه، فبالتالي اساسا غلاء الاسعار تقصده من انهي ناحيه عشان يبقى واضح بس الامر، من انهي ناحيه؟ غلاء الاسعار هو مجرد ان اي شركه بتعمل، هي عندها الكوستنج بتاع المشروع نفسه بتاع البروجكت مرتبط بالادوات اللي بتستخدمها بالماتيريالز اللي بتدخله، ثم بعد كده بتعمل الهامش الربحيه بتاعتها. فبالتالي هو ده طبيعي جدا في تضاعف الاسعار. انا مش شايف ان هو غلاء اسعار، ده مرتبط بالسوق بالعرض والطلب. طبعا حضرتك اتكلمت حاجه كويسه جدا، ان الدوله المصريه بتقوم بعمل انشاءات وسوق عقاري رائع، وايضا الاستثمار الموجود الحادث في الفتره الحاليه. وانا مع حضرتك طبعا في فكره ان هو عرض وطلب، ولكن انت حضرتك بخبره حضرتك يعني ووجهه نظر حضرتك، ان احنا النهارده واحنا يعني ايه الوقت المناسب اللي يكون مناسب ان اي حد يقدر يشتري ويستثمر في الاستثمار العقاري؟ يعني بما ان انا احد المتحيزين جدا للنشاط العقاري والسوق العقاري، هقول لك ان اي وقت هو وقت مميز للاستثمار العقاري. ولكن نقدر نقول اساسا السوق العقاري زي اي سوق اساسا، في اوقات احنا بنقسم السنه لفور كوارترز. انهي كوارترز اللي بيتم فيه اعلى نشاط؟ بيبقى ما بين شهر 7 وما بين شهر 9، 7 8 9، ده التوقيت كويس جدا. اما بالنسبه للمستثمرين او اي انفستور بيستثمر في المجال العقاري، سواء اليوز لاستخدامه او الاستثمار المستقبلي، فهو ده كل واحد وله التوقيت المميز بالنسبه له، وحسب احتياجه، حسب حاله النيد بتاعته، هيحتاج ايه، هيعمل ايه، امتى. طب يعني احب في النقطه دي تحديدا، طبعا وحضرتك عارف ان مصر ربنا يحفظها وكل التسهيلات وكل اللي بتقدمه الدوله المصريه للمستثمرين وللسوق المصري في الاستثمار وكل الخدمات المقدمه لذلك. انت راي حضرتك ان السوق المصري دلوقتي وخاصه كمان العاصمه الاداريه وكل المدن الجديده، واخد بال حضرتك، ان ايه راي حضرتك ان الناس تستثمر، وهذا الوقت المناسب ان الناس تستثمر في العاصمه وكل المدن الجديده لما تقدمه الدوله من تسهيلات ومن خدمات رائعه في كل زي ما حضرتك قلت، الموضوع بقى متطلب خدمات كبيره جدا، والدوله المصريه ربنا يحفظها ويصونها بتقدم ده لكل الناس. ايه راي حضرتك وتحب تقول ايه للمستثمر في انه يستثمر في العاصمه والمدن كلها الجديده يا فندم؟ هو سعادتك الدوله بتقوم عليها انها بتمد اساسا الحاجات الأساسية لإقامة المشروعات دي، في نفس الوقت ده بالنسبة للناس اللي هي عندها القدرة على الاستثمار في المجال العقاري. في نفس الوقت الدولة بتعمل المشروعات اللي هي بقية الأفراد أو بالنسبة لمحدودين الدخل أو كواتيفر أيا يكن، بيتم الكلام ده كله. إحنا بنقول لأي شخص بيحب أن يستثمر، إحنا عندنا المجال العقاري على مستوى مصر أساسا له مناطق متعددة وله مميزات متعددة. يعني النهاردة لو عاوز أستثمر كسكني
هلاقي المشروعات السكنيه اللي تنفع في الكلام ده. لو عاوز استثمر في مشروعات سياحيه فده موجود، لو عاوز استثمر في نشاط سكاني وسياحي في نفس الوقت فده موجود، موجود في العالمين، موجود في منطقه الجلاله، كل حاجه موجوده. وده حسب انا اساسا انا عاوز استثمر في ايه بالظبط، وايه التوقيت، وايه دوره راس المال بتاعتي اللي انا مبتغيها من المشروع ده، هعرف اختار المشروع اللي يناسبني. هو ده الاختيار، ده بالنسبه للافراد. وبالنسبه للشركات اساسا الشركات عندها دراسات جدوى لكل مشروع يتم بيه، عندها اداره تطوير الاعمال بتاعتها بتختار المشروع المناسب وبالكوست المناسب للي انا عاوز اعمله، وده النشاط السليم، وده موجود في كل مكان، ده موجود على مستوى مصر دلوقتي. يعني هو ما شاء الله الدوله يعني فتحت مناطق كثيره جدا للاستثمار العقاري، واصبحت في شركات ناشئه كتير كمان في مجال الاستثمار العقاري بدات تبقى شركات كبيره، وهكذا الحياه. هل اي حد محتاج ان هو يشتري او يستثمر في الاستثمار العقاري يحتاج ان يكون معاه مستشار عقاري؟ والله دي الافضليه، وانا اقدر اقول لك دي الافضليه جدا، بس تقصد دي كلمه مستشار عشان مستشار حاليا لها مصطلحين موجودين في السوق، لان اصبح السيلز حاليا في السوق العقاري في غالب الشركات بتطلق عليه لقب المستشار العقاري او الاستشاري العقاري، وفي المستشارين العقاريين اللي هم بيطلق حاليا على البروكرز او السماسره بالوقت القديم. لا لا لا، حضرتك كنت بتتكلم على جزئيه مهمه جدا في فكره ان الغرض من ان انا بستثمر في الاستثمار العقاري، حضرتك بتتكلم يعني قبل السؤال ده في الجزئيه دي تحديدا، فهو سؤالي لحضرتك انا هحتاج مستشار عقاري عشان اختار افضل طريقه للاستثمار العقاري، ده اللي محتاج اعرفه من حضرتك، ليه انا اروح لمستشار عقاري ما استثمرش لوحدي زي ما حضرتك بتقول في اروح لحد معين بالظبط، ايه الخدمات، ايه الخدمات اللي ممكن يقدمه المستشار العقاري في السوق في الاستثمار العقاري المصري؟ اولا المستشار العقاري شركه الاستشارات العقاريه او المستشار العقاري الفردي، فده بيبقى ملم بالسوق من جميع نواحيه، وبيعرف من الكلاينت نفسه او من العميل اللي رايح له، وسعادتك لو انت رايح له اساسا هو يقرا ايه الامكانيات الماليه، ايه المواصفات اللي سعادتك بترتضيها لنفسك، وايه اللي مبتغيه من الكلام ده، وهو بيركز على المشروعات او البروجيكتس اللي هي تناسب طموحاتك وامكانياتك في نفس الوقت، وده بيختصر الوقت كتير جدا، وبيختصر مصاريف بالنسبه اللي عاوز يستثمر، بيختصر وقت، بيختصر فلوس وامكانيات كتيره جدا، وده بيبقى افضل بكتير قوي من انه يبقى بطريقه فرديه انديفيدوال كده يروح للشركه العقاريه لوحده. تمام، وده يخلينا نروح لحاجه مهمه جدا. انت ايه راي حضرتك وايه سبب الطفره الحاليه في سوق الاستثمار العقاري من المصريين والاجانب؟ ايه اللي مخلي ان السوق العقاري المصري جاذب لهذه الطريقة الكبيرة في السوق المصري؟ يعني السوق العقاري المصري، طب هنبدأ الموضوع كده في عجالة سريعة جدا في دقيقتين. أولا زمان الناس، حتى الناس اللي هم اللي حاليا احنا بنطلق عليها الديفيلوبرز، الناس اللي كانت بتشتغل في المجال العقاري من زمان يقول لك أنا بستثمر في العقار عشان العقار لا بياكل ولا بيشرب وفلوسه عمرها ما بتقل. ثانيا نمرة اتنين، كما قلنا قبل كده ان الدوله بتقوم بدور جميل جدا وكبير جدا في السوق العقاري، فتحت مناطق كتيره جدا بتطور من الكلام ده، واخد بالك سعادتك ازاي؟ ده بيساعد فيه، ده بالنسبه اللي هو المستثمر او اليوزر اللي هو عاوز شقه عقاريه او وات ايفر ايه اللي هيستخدمه، ده بالنسبه للمصريين والقامنين. طب نتكلم بقى على الاجانب او ما يطلق عليه مصطلح التصدير العقاري. تصدير العقار هذا المصطلح طبعا اللي هو البيع العقاري لافراد غير مصريين، وده برضو الدوله بتساعد فيها بقوانين وقواعد اساسا لتنشيط السوق ده. والسوقين سواء السوق بالنسبه للانفستور المصري او الانفستور الاجنبي او الغير مصري بمعنى ادق، يعني الاثنين اساسا الدوله قائمه بتنشيط الحاجتين دول اساسا، والسوق العقاري يلقى قبول، وخاصه ان مهما زي ما كنا بنقول ان الموضوع عرض وطلب، مع ارتفاع الاسعار اساسا في المجال العقاري
لكن ما زال السوق العقاري نشط والغى قبول عالي المستوى اساسا من جميع الفئات، لانه هو الارتفاع في السوق العقاري، ارتفاع الاسعار بالنسبه للسوق العقاري هو مرتبط زي اي منتج، مرتبط بحاجات كتيره جدا. بالتالي مع الارتفاع الاسعار اللي احنا بنتكلم عليها، لكن في كلاينت وفي عملاء للكلام ده، يبقى اذا الكلام متوافق. طبعا طبعا يا فندم، طبعا عادي جدا. اتفضل سعد. طبعا طبعا زي ما حضرتك بتقول فعلا، يعني هو السوق العقاري زي ما حضرتك بتقول فعلا هو جاذب رغم اختلاف وتنوع وجهات النظر في ذلك. يعني يعني حاجة أخيرة حابب أعرفها من حضرتك، نصيحة حضرتك لأي حد هيستثمر استثمار عقاري، تحب تقول له إيه؟ اللي هيستثمر عقار بطريقة فردية ولا كمستثمر، كراجل مستثمر يعني عنده شركته وبيستثمر فيها بوجه عام؟ يعني أنت حضرتك إحنا اتكلمنا إن الاستثمار العقاري ليه علاقة بالغرض اللي أنا هستثمر من خلاله، سواء بقى أنا فرد أو شركة أو مؤسسة أو واتيفر القصة يعني. طب هقول لمعاليك حاجة، الموضوع ينقسم لقسمين أساسيين. بالنسبة للشركات العقارية والمستثمرين فده كلام هنلغيه دلوقتي ونتكلم في الكلام الأساسي، أنت بتتكلم عن الطريقة الفردية. تمام. الانديفيدوال اللي عاوز أساسا يستثمر فلوسه في المجال العقاري يبقى فاهم كويس جدا إن أنا بشتري النهاردة وحدة عقارية هتبدأ فلوسي تتحرك فيها كمان سنة، طب أتحرك كمان سنتين، طب أتحرك كمان ثلاث سنين، طب هتكتسب فيها كويس قوي في هذه الحالة. لكن اللي هو اللي حصل في السوق العقاري ده حصل. طيب يعني هو دلوقتي يا فندم الاستثمار دلوقتي في الوقت الحالي هو مضمون ولا الافضل ان هو يكون قدام شويه؟ لا، افضل استثمار هو الاستثمار العقاري. تمام. هذا الاستثمار العقاري في اي وقت هو افضل حاجه. طيب النهارده مفيش حاجه اساسا في العقار بتخسر على الاطلاق. طب انا عايز بس حضرتك يعني كلمه كده بصفه حضرتك خبير ومستشار في السوق العقاري، هل هو مضمون؟ طبعا. طيب مفيش امل من الاستثمار العقاري. تمام تمام طبعا مفيش امل من الاستثمار العقاري على الاطلاق، بس عشان اوضح بس نقطه مهمه جدا. اتفضل. لان في ناس اساسا بتروح من الشرية الوحده وانا هشتري النهارده وحدتين سكني او سياحي او واتيفر، بالظبط، هو معتقد ان بكره هيلاقي ان هو هيبيع الوحدتين دول وهيكسب فيهم مش عارف ايه، ده مش هيحصل. اللي دماغه كده ده مش هيحصل معاه. لكن اساسا برضه ابقى انا فاهم بكل منتج وليه مدته الزمنيه اللي انا اعرف اتكسب منها واعرف استثمر فيها، صح؟ ده الفرق. طيب انما ما زال الاستثمار العقاري هو افضل انواع الاستثمار. طيب. تماما. طيب حضرتك احنا دلوقتي بنتكلم على الاستثمار وهو مضمون وهو يعني افضل الحلول لاي حد حابب يستثمر في الفتره الحاليه، حابب حضرتك نتكلم عن العاصمه الاداريه والاستثمار هناك، وانا فعلا شفت حجم العمل الرائع والمبهر هناك والانشاءات الرائعه، حضرتك تحب تقول ايه لاي حد حابب يستثمر في العاصمه الاداريه وحجم العمل الكبير اللي هناك واللي لسه كمان يعني في استثمارات كبيره رائعه، حضرتك تحب تقول ايه؟ هو انا هقول معليك حاجه، دلوقتي كل الناس عارفه مدى الجهد اللي اتعمل في العاصمه الاداريه. صحيح. ومدى الجوده اللي فيها العاصمه الاداريه، فمش محتاجه كلام اكتر من ده. العاصمه الاداريه يعني هي مجرد احنا نقول العاصمه الاداريه الجديده، واخد بالك ساعتك ازاي؟ طبعا هي جديده في كل حاجه. جديده في منشاتها، جديده في نظامها، حتى في التكنولوجي اللي بتعمل فيها حاجه جديده وحاجه عظيمه جدا. فبالنسبه للمستثمرين هيبقى استثمار جيد جدا ليه في العاصمه الاداريه طبعا، ما فيهاش كلام خالص. وهو ده كلام، وهو ده يا فندم الاماكن اللي في نفس الوقت اللي الدوله بتشتغل عليها. العاصمه الاداريه الجديده، العالمين الجديده. صحيح. دي اعلى انواع الاستثمار العقاري على فكره. وهو ده يا فندم اللي حابب اعرفه من حضرتك وحابب ان كل المشاهدين يعرفوه معانا، حجم التطور الرائع اللي حاصل هناك في كل المجالات، في الطرق، في الانشاءات، في التكنولوجيا، في كل يعني الخدمات المقدمه. طبعا ده شيء رائع، واعتقد ان ده بيضمن زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شويه ان الاستثمار في هذا المجال يكون مضمون، لان كل الخدمات دي مقدمه، بجانب كمان ان حضرتك بتتكلم في حاجه كويسه جدا ان في حاجه مختلفه، في تطور هناك رائع يعني.
وكمان حضرتك كلمتي، انا بس حابب اقول حاجه في الجزئيه دي مع حضرتك، يعني ان العاصمه الاداريه مش العاصمه الاداريه فقط اللي فيها تطور، لا حضرتك قلت في العالمين طبعا فيها تطور، وكل مدن في كل محافظه فيها تطور، واخد بال حضرتك؟ فاحنا حابين زي حضرتك بتقول ان الناس تبقى عارفه ده من خلال حضرتك، وحضرتك توضح ده، لان طبعا حضرتك عندك خبره كمستشار في هذا المجال، انك توضح لنا هذا الامر. يعني ايه كمان حضرتك شايفه هو شيء جاذب وشيء رائع للاستثمار في المجال حاجة. في المجال الاستثمار العقاري في العاصمه وبقيه دلوقتي المجال. الدوله لما بتبدا في مشروع جديد بتبدا من حيث انتهى الفكر وانتهى كل حاجه جديده في المشروع اللي قبله، فبالتالي المشروع اللي بعده بيبقى التطوير فيه على المستوى. صحيح، شيء رائع. بالتالي احنا وصلنا لحاله في العاصمه الاداريه الجديده والعالمين الجديده الى حاله راقيه جدا وحاله كويسه جدا، وحتى على المدى اللونج تايم او شورت تايم هيبقى في استثمار هيبقى جيد بالنسبه لي قوي لاي حد. يعني حتى العالمين اصبح فيها، يعني انا كنت لاحظت مره كده لقيت حد يعني بسيط فقال ده انا لقيت حاجه مناسبه ليا بسيطه جدا في العالمين الجديده وانا كنت عاوز استثمر في المكان ده، فبالتالي الاماكن دي اصبح بيتوجه لها يعني من الفئات كذا كاتوجري مصري بروح استثمر في الاماكن دي بيشتري. وانا شفت حركه الشراء في العاصمه الاداريه يعني حركه، وكانت البدايات كانت حركه مفاجئه بالنسبه لنا ان ما شاء الله يعني كانت حركه فيها جيده جدا، الحركه متواكبه مع حركه النشاط العمراني اللي بيتم فيها، ودي حاجه جيده جدا وحق كلنا نفتخر بيها. طبعا كلنا نفتخر ان احنا 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 عندنا دلوقتي نشاط عقاري ويعني يناسب يعني اذا ما كانش يتعدى دول اخرى كتير جدا، فاحنا الكلام ده بيخلينا في سعاده، العاملين داخل المجال العقاري بيبقوا سعداء جدا بالنشاط اللي بيتم في الاماكن دي كلها. واي مكان على فكره اي مكان داخل مصر طبعا يا فندم بيتم فيه تطوير كويس جدا طبعا جداً. طبعا طبعا النهارده اصبحت يعني احنا لما نزل غرب القاهره طبعا يا استاذ رأفت، طبعا انا يعني انا بشكر حضرتك جدا وعلى مداخلة حضرتك وكلام حضرتك الرائع، وكلامنا عن السوق العقاري والاستثمار في السوق العقاري في مصري طبعا بيحتاج حلقات طويلة، وإن شاء الله حضرتك تشرفنا وتكون ضيف معانا في الحلقة إن شاء الله رب العالمين في أوقات أخرى بإذن الله تعالى. نشكر حضرتك جدا، وكان معنا ومع حضراتكم الأستاذ رأفت زيدان الخبير والاستشاري في مجال السوق العقاري. وهنا هتكون خلصت حلقتنا، وحابب أقول لحضراتكم إن ثقتك بالله وفي قدراتك وفي قدرات كل من حولك هي وحدها وبكل مقومات الريادة تحقق لك التفوق والنجاح والريادة في الحياة. وكمان لازم تعرف إنك لازم تبدأ من دلوقتي، ابدأ وتحرك واجتهد وصابر وحقق شغفك، أنت تقدر، تملك كل شيء، تملك كل المقومات، كل ما عليك فقط انك تبدأ وتركض بكل قوتك في اتجاه تحقيق حلمك. انت تستحق وانت قادر وانت رائع لتكون ملهم لك ولكل من حولك، وتحقق بإيجابيتك وطموحاتك احلام وطنك واهلك ونفسك. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله ننتظركم في حلقات قادمة وبرنامج الفريد.